طيب خلينا نشوف أزمة التعليم. طبعا أزمة التعليم كانت الأنباء الكتيرة جدا، هيلغوا الامتحانات النصف ترم عشان اللي هي الميد ترم، عشان الحكاية اتنقلت بمراحل مختلفة. يعني أول حاجة قال لك إيه، هيلغوا امتحانات النصف ترم اللي هو الميد ترم، وبعدين طلعت إشاعة تانية قال لك لا ده الميد ترم كله، وبعدين طلعت بعد كده قالك لا ده الوزارة تراجعت على الحكاية دي. بيان مجلس الوزراء بيقول يا جماعة كل الموضوع ان مجلس تطوير التعليم قبل الجامعي اجتمع وقالوا طيب ايه رأيكم في مقترح ان احنا نلغي امتحانات الميد ترم في مرحلة التعليم الاساسي من اولى الخامسة، ستة يبقى فيها ميد ترم اللي هو نصف الترم، يعني احنا عندنا ترمين رئيسيين وبعدين عندنا ربع وربع. فهم كانوا الاقتراح، هم بيقولوا ان ده اقتراح ان الربع الاولاني والربع الاخير يتلغوا لاولى ابتدائي، من اولى ابتدائي لخمسه ابتدائي، واولى وثانيه اعدادي وثالثه وسته يمتحنوا اربع امتحانات. بيان مجلس الوزراء بيقول لا صحه لتطبيق هذا النظام، ده اقتراح تم اقتراحه في المجلس الاعلى لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، وان الاقتراح ده شافوه ممكن يبقى كويس، فوزير التربيه والتعليم قال يا جماعه نطرحه لحوار مجتمعي مدته 15 يوم. يعني مفيش قرار نهائي فيه. الحقيقه السؤال اللي انا عايز اساله واللي هو مفترض يمثل كلام تاني، هي ايه الحكمه من الغائه او بقائه؟ يعني حضرتك لما قررت تلغي امتحانات الميد ترم كان هدفك ايه؟ يعني لازم توضح لنا الاقتراح الوجيه ده عجبك في ايه؟ ما يمكن لما تقول لنا فوائده الناس تتحمس له، ويمكن لما يبقى الصورة واضحة للناس ما ترفضوش من قبل ما تعرفوا، لكن العنوان كان إلغاء أو عدم إلغاء، لكن ما الهدف؟ المجلس ده اسمه أو القرار ده أو الاقتراح ده طالع من المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامع الذي يهدف إلى تطوير العملية التعليمية اللي ربنا عالم بيها. طيب انتوا بقى لما جيتوا حضراتكم تناقشوا هذا الاقتراح كان ليه؟ إيه الهدف منه؟ إيه هيعود بالفايدة على أبنائنا وأسرهم بإيه؟ هو ده الكلام اللي المفروض يتقال، واللي هو ما اتقالش، اتقال اتلغى أو ما اتلغاش. طيب ناخد معانا الدكتور كمال موريس الخبير التربوي والتعليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة رشا عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. هناخد ما قاله تقرير مجلس الوزراء إن حكاية إلغاء الميد ترم ده موضوع خاضع للحوار المجتمعي، ونقعد نتكلم فيه مع بعض. حوار مجتمعي ده يعني الحكومة تسأل الناس والإعلام يتكلم فيه وتبقى حالة من الحوار المجتمعي خلال 15 يوم. حضرتك رأيك إيه يا فندم؟ إيه فايدة إلغاءه أو إيه فايدة بقائه؟ فكرة اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بص يا فندم، أولا قرار مثل هذا بدون شك له إيجابيات كثيرة، يعني هتوقف عند أربعة منها. اتفضل. الأولى وهي أنه من الناحية العلمية والتربوية والفنية من المعروف أن التقييم المجزأ أفضل من التقييم النهائي الذي يتم على دفعة واحدة. يعني من الأفضل أن التلميذ يعرف في الشهر الأول المشاكل اللي بتواجهه إيه، هو أثر في إيه، ايه الاجزاء من الماده بيحبها وايه الاجزاء من الماده بياخد فيها درجات ضعيفه، فيقوم في الشهر التالي يحسن نفسه ويحسن اداؤه. ده نمره واحد. نمره اثنين انه المفروض انه التقييم جزء من العمليه التعليميه. احنا لما بنقول خبره تربويه او خبره تعليميه تبقى بتتضمن معلومات وكتاب مقرر ونسق تعليمي وأنشطة تعليمية وتقييم. يعني لا شك أن سيادتك والسادة المشاهدين يتخيلوا شكل الخبرة اللي هيكتسبها التلميذ في الفصل لو الأستاذ في الفصل بيسأل طلابه أسئلة شفوية وبياخد ويدي معاهم ويناقشهم وهكذا. أو لو تتخيلي حضرتك لو احنا في امتحان الشهر واحنا أولاد صغيرين وكل واحد فينا مسك ورقة زميله عشان يشوف ليه ده جايب عالي وليه ده جايب مجموع أقل وهكذا. فالمفروض أن التقييم جزء من العملية التدريسية والتعليمية. نمرة ثلاثة أننا لعلنا يعني نحاول إعادة الاعتبار والاحترام لعلاقة الأستاذ بتلميذه.
لانه في كتير من الحالات التلميذ بيسجل اسمه في المدرسة ما بيروح. وما يعنيهوش مين هيدرس له، لانه هو رايح للي يدرس له في السنتر او في الدرس الخصوصي. نمرة اربعة انه ربما يعيد التلاميذ الى المدرسة لكي يمارسوا انشطتهم المختلفة، وبالتالي تقوم المدرسة بدورها الوطني والاجتماعي والثقافي. يعني قصد حضرتك يا دكتور ان بدل ما اعمل امتحان واحد كل 3 شهور اعمل امتحان كل شهر عشان ادي فرصة للطالب انه يقيم نفسه الشهر بالضبط. اللي ياله الشهر الثاني، وبالتالي يبقى لديه فرصة بالضبط. لتحسين درجاته. بالضبط بالضبط. دي كلها ايجابيات الاقتراح. لكن لو جينا لسلبياته بقى، نمرة واحد، هل الموضوع هيتوقف عند انه الخمسين درجة، لو افترضنا انهم 50 درجة اللي بياخدهم في الميد تيرم هنقسمهم على 3 شهور بس من غير ما نغير في نمط وطبيعة الامتحان، بدل ما نتوقف عند الحفظ والتذكر؟ هو ده الكلام، هو ده الكلام الثاني. التعبير، القدرة على التحليل، القدرة صحيح. على النقد، القدرة على التفاعل، القدرة على الرجوع للمعلومات وهكذا. هل احنا بنغير يعني او بنقسم الدرجات بس؟ يعني لو الواحد عنده كيلو لحمة ويقطعه 3 حتت برضه بنفس الطريقة، ولا المفروض دي هتبقى بطريقة ودي بطريقة مختلفة صحيح. ودي بطريقة مختلفة خالص وهكذا صحيح. وبالتالي يبقى في صراع للعملية التعليمية. دي حاجة. الحاجة الثانية، ازاي نضمن الشفافية والعدالة في الامتحان ما يتحولش إلى مجرد سلاح في إيد المدرس لإرهاب الطلاب أو الحصول على ميزة دروس خصوصية؟ أيوه بالظبط بالظبط. وبدل ما بخفف العبء بزوده على الأسرة. تمام، دي نقطة مهمة. وبالتالي هنضطر بقى دروس خصوصية، يعني الـ 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 الأهالي بيقولوا خلاص ده احنا بنكثف الدروس الخصوصية في الميد تيرم. إنما هل معنى كده انه هيبقى 3 مرات تكثيف للدروس الخصوصيه اثناء الشهور؟ الحاجه اللي بعد كده، انت عارفه سيادتك ان فصولنا فيها 60 و70 و80 تلميذ، فكيف يمكن ان نضمن امتحانا نزيها في فصول فيها هذا العدد الكبير من الطلاب؟ على حطيت ايديك يا دكتور كمال على الاوجاع الحقيقيه في المساله. صحيح. كوريك. طيب أنا بشكر حضرتك الدكتور كمال موريس الخبير التربوي والتعليمي، وأعتقد إن ده شيء مهم جدا. بس أنا يعني